السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. معاكم استاذ بدر حمزه، مدرس ماده الجغرافيا السياسيه. مبدئيا اللي انا هقوله دلوقتي هو انا مش عارف انا هعمله في نفسي ازاي بجد، ويعني ربنا يسترها علينا. ناس كتير جدا سالتنا هي ايه خطه دوره الانقاذ، وعايزين توضيح اكتر من كده لفكره اليومين ويوم، واحنا هنشتغل ازاي وهنبدا امتى ونخلص امتى والكلام ده كله. مبدئيا بعد هرس كتير جدا جدا وتفكير كتير جدا جدا استقرينا على خطة تدمير لمنهج الجغرافيا السياسية، وهي فعلا خطة تدمير لا يقال عنها إلا ذلك. أنا هدمر نفسي وهدمرك معايا وهدمر المادة وهخليك تضمن 40 درجة بالعافية. فأنت الله يكرمك لو لسه بتفكر تشترك، أعتقد إن أنت بعد الفيديو ده هتقتنع. يعني تعالوا نشوف كده مع بعض سريعا إحنا هنعمل إيه في دورة الإنقاذ وربنا يعيننا بقى. طيب مبدئيا قبل ما ابدا، بس هي دوره الانقاذ 4 مراحل، مش مرحله ولا 2. احنا هناخد مع بعض 4 مراحل لدوره الانقاذ، وال4 مراحل باشتراك واحد بس، وكمان شامل الملازم وشامل اي حاجه، وشاكب راكب بمواصلاتك وبكل حاجه حرفيا. تعالوا نبدا كده بالمرحله الاولى ونشوف هنعمل فيها ايه. مبدئيا المرحله الاولى اللي ظاهره قدام حضرتك دلوقتي دي هي مرحله الشرح، وشرح المنهج تفصيلي زائد حل الاسئله. المرحلة دي بإذن الله هتبدأ معانا من يوم 18/4 وهتنتهي يوم 29/4. هنعمل فيها ايه المرحلة الأولى ديت؟ هنبتدي إن احنا نشرح المنهج من الدرس التمهيدي لآخر درس عندك في المنهج، يعني هنشرح ال4 وحد حتة حتة ودرس درس. هنبدأ بإذن الله يوم الخميس. اليوم الخميس ده هنعمل فيه ايه؟ هنشرح فيه الدرس التمهيدي والأول، وهنحل عليهم أكبر قدر من الأسئلة، هنفرمهم حرفيًا. هنفرمهم، هتخرج من الحصة دي حاطط الدرس التمهيدي والأول في جيبك، مش محتاج فيهم أي حاجة تاني، خلاص الموضوع بتاعهم انتهى بالنسبة لك. ليه؟ مبدئيا احنا هنحل من كتاب المرشد بتاع الأسئلة، هنحل من كتاب الامتحان القديم، وهنحل من PDF اللي أنا هعمله بتاع الأسئلة، وكتاب المدرسة، وكتاب الامتحان الجديد. شايف كم مصدر؟ كل ده هحل لك منه في أول حصة، وده اللي هنستمر عليه بإذن الله، وده بالنسبة لبدايتنا يوم الخميس اللي هتبدأ بالدرس التمهيدي والأول. يوم الجمعة هنعمل ايه؟ هناخد الدرس التاني وهنشرحه وهنحل عليه وهنفرمه وهنحل عليه من كل المصادر اللي انا لسه قايلها برضه على الدرس التمهيدي والاول ده. واسيبك تريح يوم السبت. ايه ده بجد هتسيبني رايح؟ مش حبا فيك، لا والله حبا فيك، انا كده بحبكم. تمام، هسيبك تريح ليوم السبت علشان حضرتك لو ما لحقتش تسمع الحصة يوم الخميس او يوم الجمعة يكون عندك يوم فاضي تلملي فيه الدنيا. مش مطلوب منك غير انت تسمع الحصه، مش عايز منك اي حاجه تانية والله. والله ما سيبك تذاكر لوحدك، انا عايزك معايا وهفضل معاك لحد ما اوصلك لباب اللجنه حرفيا. ده اللي مطلوب منك، انك تسمع الحصه. فعشان كده انا بتعامل معاك بطريقه اليومين ويوم. ما حصل لك اي ظرف في يوم من الايام او من يوم من اليومين يعني، او حصل لك ظرف حتى في اليومين، تقدر ان انت تلم الحصه بعد ما تنزل مسجله باذن الله. فكده خدنا الخميس وخدنا الجمعه وريحنا السبت، ترجع لي تاني يوم الاحد ابتدي اشتغل معاك من اول بقى الدرس الثالث والرابع S1 دي اللي هو الوحده الاولى يعني. وبعد كده يوم الاثنين تاخد الدرس الاول والثاني من الوحده الثانيه، وبعد كده تريح يوم الثلاث، ترجع لي يوم الاربع تاخد الدرس الثالث ونص الرابع من الوحده الثانيه، ويوم الخميس تاخد الدرس النص بتاع الرابع اللي باقي اللي احنا سبناه امبارح، وهنكمل عليه الدرس الخامس من الوحدة التانية. الكلام ده يوم الايه؟ يوم الخميس اللي هو الخميس اللي بعد الجاي. حضرتك هتكون خلصت اهم وحدتين في المنهج، وخلاص اللي هم يعتبر اصلا هم وحدتين المنهج واللي مفيش غيرهم اساسا، لان الوحدة التالتة والرابعة ده تسليك سنان حرفيا. تيجي لي يوم السبت حضرتك تاخد الدرس الاول والثاني او دروس الوحده الثالثه، ويوم الاحد تاخد الدرس الاول والثاني او دروس الوحده الرابعه، وبكده تكون خلصت منهج الجغرافيا السياسيه في 11 يوم. وطبعا بذكريات ال 11 يوم الدفعه السابقه لو حد منكم بيتفرج على الفيديو فهيفتكر ان احنا دمرنا برضو منهج الجغرافيا السياسيه في 11 يوم، وبكده حضرتك هتكون خلصت كل المنهج شرح وحل اسئله. طب يا مستر ده انت بتقول في 4 مراحل، استنى اللي جاي اتقل، اللي جاي ايه؟ اتقل. دي كده المرحله الاولى، شرحنا الدروس من اول التمهيدي لغايه الاخير، حلينا عليهم من كتاب المرشد بتاع الاسئله، من كتاب الامتحان القديم اللي هو بنظام البوكلت او بنظام المقالي، من كتاب المدرسه، من PDF اللي انا هعمله، ومن كتاب الامتحان بنظام الاختياري. طب يا مستر هو فاضل حاجه ثانيه نعملها؟ تعالى نيجي بقى للمرحله الثانيه، وهي مرحله مراجعه كل وحده. ايه يعني انت هتراجع لي تاني؟ خلصت المنهج شرح وحلينا عليه اسئله كتيره جدا جدا، تعالى لي بقى هسيبك تريح وهبدا معاك من يوم 2/5،
وهخلص معاك المرحلة التانية يوم 8/5. ركز معايا، هسيبك تريح شوية وابدأ معاك تاني يوم 2/5 اللي هي المرحلة التانية من دورة الإنقاذ، ونخلصها 8/5. في المرحلة دي يا مستر هنعمل ايه؟ هنراجع على كل وحدة في حصة، ودي مرحلة هنسميها مرحلة اليوم ويوم، يعني ناخد النهاردة نريح، بكرة ناخد بعد بكرة وهكذا. كل حصة في المرحلة دي هتكون حصة كاملة للوحدة كلها، يعني هنراجع فيها على أهم نقاط الوحدة، وهنحل على الوحدة عدد أسئلة كبير جدا جدا جدا، أو ما يعرف بالامتحانات التراكمية على الوحدة، زائد كمان أفكار اختياري فوق ما أنت تتصور، حجمها كبير جدا جدا. عد اختار زي ما تعد، وده بالنسبة للمرحلة التانية، هنمسك فيها وحدة وحدة، نراجع على أهم النقاط، أهم نواتج التعلم اللي هتساعدنا نحل أي سؤال اختياري، هنحل عليها أسئلة كتيرة جدا جدا جدا، وده بالنسبة لكل وحدة لوحدها، يعني كل حصة أو كل بس هياخد مع نفسه كده وحدة كاملة، شرح أهم النقاط، شرح أهم نواتج التعلم، وكمان حل الأسئلة. طب دي المرحلة التانية، يا ترى بقى اللي جاي هنعمل فيه إيه، أو المرحلة رقم 3 هيتم فيها إيه؟ ودي بإذن الله يا شباب اللي هي هيتحل فيها الكتاب اللي عامل لكم زعر ومشاكل، وهو كتاب المرشد بتاع المراجعة النهائية، أو ما يعرف ببوكلت المراجعة النهائية للمرشد. المرحلة دي بإذن الله مش هنسيب فيها أي سؤال في كتاب المرشد إلا ما نحله، ودي اللي هيكون فيها حل بوكلت المرشد اللي هو المراجعة النهائية بالكامل، حل الامتحانات السابقة كلها من أول 2017 لغاية 2023، وكمان بقى حل كتاب الامتحان اللي لسه نازل من كام يوم بنظام الاختياري، علشان اي فكرة هتيجي قدامك في الامتحان تكون شايفها قبل كده، وبإذن الله تضمن الاربعين درجة، وده بالنسبة للمرحلة الثالثة، وهتبدأ معانا من يوم 11/5 وهتنتهي يوم 21/5، وهسيبك علشان تذاكر لأول مادة عندك، وهرجع لك بإذن الله في المرحلة رقم 4 اللي هي مرحلة مراجعة ليلة الامتحان، واللي فيها ما تقلقش خالص هرجع لك على المنهج تاني، احل لك أسئلة تاني، هديك الزتونة من الآخر، وهقول لك تعمل ايه بالظبط في الامتحان بإذن الله. وده كان بالنسبة الأربع مراحل بتوع دورة الإنقاذ، أو طريقتنا بإذن الله بتاع دورة الإنقاذ، وهنبدأ امتى وهنخلص امتى. ربنا يعيننا وربنا يعينكم، وباذن الله نقدر ان احنا ناخد الخطوه دي، طبعا تدمير يعني ما فيهاش هزار، يعني بجد انا حطيت قدامي اكتر من 4 طرق او 3 طرق، ودي الطريقه اللي فعلا هنضمن بيها ال 40 درجه، ما فيهاش نقاش اصلا. انا مش هخليك في سؤال اصلا يعدي عليك كده، او في سؤال يجي في بالك الا ما تحله، مش هخليك تخش الامتحان غير وانت ضامن ان انت حليت اي سؤال في الدنيا. فبالتالي ما تقلقش من اي حاجة بإذن الله، مع كابتن جغرافيا هتقفل جغرافيا وهتضمن ال 40 درجة، 40 درجة سهلين ما تفرطش فيهم لو لسه ما اشتركتش، ولو لسه يعني عندك اللي هو ايه، ها ممكن او ممكن لا، انا لسه بفكر بصراحة، تفكر فيش وقت، الحق المركب واركب من اولها كده، واركب معانا في دورة الانقاذ من الاول، علشان ناخد الخطوات مع بعض ايه سريعا سريعا كده، لان بص هي هتمشي كده، مفيش وقت ان انا اقول لك لا استنى اسمع البث لا، خلينا نخلص كده يا معلم ونضمن 40 درجه ومفيش اسهل منهم في المجموعه. مستنيكم كلكم جميعا باذن الله، وباذن الله نعمل دوره انقاذ توب التوب ونضمن بيها ال 40 درجه، وباذن الله نقدر على التدمير اللي احنا هنعمله ده. اشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات كتيره جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم كابتن جيوغرافي، وما تنساش تقوم تذاكر.